السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف ألف عافية يا جماعة. إن شاء الله اليوم مكملين معكم بالكونديشنال ستيتمنتس اللي هي الجمل الشرطية. إحنا بالدروس السابقة أخذنا أنواع من الجمل الشرطية اللي هي الإف ستيتمنت، وأخذنا الإف إلس ستيتمنت، وأخذنا الإف إلس إف ستيتمنت، تمام؟ واستخدمناهم في وضع الشروط للبرنامج، وإذا تحقق الشرط اللي عندي أنا بنفذ انستراكشن معينة، إذا ما تحقق بنفذ انستراكشن تانية، تمام؟ أو بنفذ كود معين إذا تحقق الشرط، وإذا ما تحقق بنفذ كود آخر، تمام؟ إن شاء الله اليوم راح ناخذ جملة شرطية تانية اللي هي السويتش كيس ستيتمنت. السويتش كيس ستيتمنت تستخدم في المقارنات، تمام؟ راح نشرح السنتكس تبعها مظبوط، تمام؟ وراح نعطيكم أمثلة عليها، وراح نعطيكم هوم ووركس عليها، خليكم معي لآخر الفيديو. بسم الله نبدأ، تمام؟ هلا السنتكس تبع السويتش كيس ستيتمنت هي كالتالي: أول إشي بتكتب كلمة سويتش سمول لترز كلها، تمام؟ بعدين بتفتح قوس وبتحط الإكسبريشن تبعك، راح ناخذ أمثلة على هذا الحكي، تمام؟ بعدين بتفتح كيرلي براكت وبتسكره تحت زي ما احنا شايفين، تمام؟ بعدين بتيجي بتحكي هل الاكسبريشن هذا بدي اقارن بحالات معينه. هل الاكسبريشن هذا باجي بحكي كيس اكس، شو يعني هذا الحكي؟ بروح السي بلس بلس شو بيعمل؟ بقارن هل هذا الاكسبريشن بيساوي الاكس. اذا كان الجواب ترو بروح بنفذ لي الكود بلوك هاي، اللي هي ممكن تكون عندك سطر كود، ممكن تكون 10 اسطر كود، ممكن تكون 1000 سطر كود، ممكن تكون فانكشن كول، بروسيجر كول، وات ايفر، تمام؟ هلا هاي اول حاله، تمام؟ بدكم ما تنسوا هالشغله، الملاحظه المهمه انه كل كيس ستيتمنت، تمام، لازم انت تحط وراها بريك ستيتمنت. ليش؟ لانه مجرد ما هذا الاكسبريشن ساوى هذه الكيس معناته تحقق الشرط، انا نفذت الكود، ما في داعي اكمل لتحت، تمام؟ ما في داعي اكمل لتحت، فعشان هيك بعمل جمله بريك. جمله البريك بتطلعني من السويتش ستيتمنت. السويتش ستيتمنت شو السكوب تبعها؟ اللي هو من الكيرلي براكت هذا للاند، تمام؟ فبالتالي اذا تنفذ اول شرط عندي لازم انا اعمل بريك، فبالتالي بيطلع وما بروح بقارن لي كل الشروط الثانيه، لانه ما بزبط انا اروح اقارن الشروط كلياتها الباقي، لانه اول شرط تحقق عندي خلص فانا نفذت اللي بدي اياه فبطلع، تمام؟ اذا بتنسى البريك ستيتمنت فبروح بنفذ لك كل شيء تحت، سواء كان الاكسبريشن بيساويها او كان ما بيساويها. ما تخافوا، حناخد مثال هلا حتفهموا الموضوع، تمام؟ فانت بتقدر تحط هل الاكسبريشن هذا بيساوي الاكس، بتنفذ كود معين. اذا كان الجواب انه الاكسبريشن هذا ما بيساوي الاكس، بروح على الكيس ستيتمنت اللي بعدها، هل الاكسبريشن بيساوي واي، اذا تنفذ بنفذها وعندك بريك بيطلع، تمام؟ اذا الاكسبريشن هذا لا ساوى اكس ولا ساوى واي، بروح على شيء اسمه الديفولت. الديفولت اللي هو بحاله الفشل، هو بكون فشل، ديفولت معناها فشل. فاذا صار عندي ديفولت يعني ما في ولا كيس من الكيسز هاي طابق الاكسبريشن اللي موجوده فوق، فبالتالي الديفولت بتنفذ وبتنفذ الكود تبع الديفولت، فبالتالي الديفولت ما بتتنفذ الا اذا فشل بكل الكيسز اللي موجوده، يعني ما في ولا شيء طابق معه، فخلص بروح بنفذ الديفولت. ما فهمتش؟ خلينا نمشي على المثال هذا، اكيد راح تفهم 100%. خلينا نمشي ناخذ هذا المثال. هذا برنامج بسيط، انا معرف انتجر دي وحاطط فيها 4، تمام؟ فباجي بقارن، هل باجي بحكي سويتش الدي، هذا الاكسبريشن تبعي الدي، هل الدي بيساوي الواحد؟ فانا باجي بحكي هل الدي اللي فيها 4 بتساوي، يعني كيس 1، هل الدي بتساوي واحد؟ اذا بروح بيطبع لي سي اوت ساندي، تمام؟ إذا لا، بحالتنا هاي ما تساوت، صح؟ بروح بقارن على الكيس اللي بعدها، هل الأربعة اللي هي الدي بتساوي الاثنين؟ لا، ما تنفذت. هل الأربعة بتساوي الثلاثة؟ لا. هل الأربعة بتساوي الأربعة؟ تحقق الشرط، فبالتالي بيجي بيعمل سي أوت لإيش؟ لونزدي، تمام؟ وبيجي على جملة البريك هاي وبطلع.
إذا أنت بتنسى جملة البريك هاي واللي تحتيها واللي تحتيها واللي تحتيها، راح يطبع لك وينزدي وثيرزدي وفرايدي وساتردي، فمش لازم تنسى جملة البريك. كل كيس إلها بريك، هذه بدكش تنساها بالمرة. خلينا نروح هلأ على الكود وناخذ إشي عملي على هذا الموضوع عشان أفرجيكم على أرض الواقع كيف هذا الوضع بيشتغل. طيب هاي الكود عندي نفس اللي كنا كاتبينه في البريزنتيشن، بس أنا حطيت انتجر دي وحطيت فيها واحد، تمام، وحطيت سويتش الدي لازم بين قوسين الدي، تمام، وهاي كيرلي براكت هيها موجودة هون، تمام، اللي هي بداية السويتش كيس. باجي بحكي هل الدي كيس 1، يعني هل الدي بتساوي 1؟ في حالتنا شو ساوت 1، اذا راح يطبع لي ايش؟ صندي، ولازم احط بريك ستيتمنت في كل كيس، شايفين؟ تمام. خلينا نعمل رن للبرنامج ونشوف هل الواحد بتساوي الواحد، هل راح يطبع لي صندي؟ خلينا نشوف مع بعض. هيو الواحد بيساوي الواحد، تمام، فطبع لي ايش؟ صندي، وعمل بريك فطلع من كل جملة السويتش كيس، تمام. طيب خلينا نغيرها ونحطها 4، تمام. شو لازم يطبع لي يا جماعة؟ خلينا نشوف، انتوا احكوا لي شو لازم يطبع لي. هل الأربعة بتساوي الواحد؟ لا، ما راح يطلع فولس. هل الأربعة بتساوي 2؟ لا. هل الأربعة بتساوي 3؟ برضو لا. هل الأربعة بتساوي 4؟ نعم، اتحقق. فبيجي بينزل هنا وبكتب لك، بنفذ لك هذا الكود، تمام. فشو لازم يطبع البرنامج عندي؟ وينزدي. خلينا نشوف نجرب. هاي طبع لي ايش؟ وينزدي، لانه الدي عندي اللي هي 4، فاجا ما اول كيس ستيتمنت ما زبطت، ثاني كيس ستيتمنت ما زبطت، ثالث كيس ستيتمنت ما زبطت، والرابعه زبطت فطبع لي ايش؟ وينزدي، تمام. هلا اذا حطيتها مثلا خلينا نحطها 7، شو لازم يطبع لي؟ هل السبعة بتساوي الواحد؟ 2 3 4 5 6؟ لا، راح يطبع لي شو؟ ساتردي. خلينا نشوفها مع بعض. هاي طبع لي ايش؟ ساتردي، تمام. طب خلينا نحط 8، خلينا نحط فوق هنا 8، هاي 8، تمام. هل الثمانية بتساوي الواحد؟ لا. 2؟ لا. 3 إلى 7؟ لا. ففشل بكل الكيسز اللي موجودة هنا، فبالتالي صار عنده فشل وبالتالي ديفولت، فبيجي على الديفولت وبكتب ايش؟ not a week day، تمام. خلينا نشوف بطبع not a week day ولا لا، تمام. هي شايفين not a week day، فكل والديفولت بشكل عام هي هاي بتقدر تستغني عنها من السويتش كيس، تقدر ما تحطها، بس يفضل دائما تكون موجودة من البراكتسز تبعت البرمجه، انه يعني اذا فشل شو بدك تسوي؟ لازم يكون في عندك اشي اسمه ديفولت وتهندلها انت في البرنامج، تمام؟ تقدر ما تحطها، بس انا بفضل انه دائما تنحط في البرنامج. اذا هي السويتش كيس، هي سويتش، هي السنتكس تبعها كيس كذا كيس كذا كيس كذا كيس كذا الى اخره. هلا السويتش كيس بشكل عام هي مقروءه اكثر من الاف else ستيتمنت، كإلك كديفلوبر هي مقروءة أكثر لإلك، بترتب لك الكود، تمام. مش كل if statement تقدر تبدلها بسويتش، لا، بس بالأشياء اللي فيها الواضحة اللي زي هيك expression بدك تقارنه في قيمة، expression بدك تقارنه في قيمة. ففي الحالات اللي زي هذا البرنامج دائما يفضل تستخدم سويتش كيس، مش اف الس اف الس اف الس اف الس مليون اف الس ورا بعض، هيك انت الامور مقروءه لك كديفلوبر، تمام. طيب هلا خلينا نجرب نشيل البريك هذا ونشيل البريك هذا ونشيل البريك هذا. افرض انك انت نسيتهم، بشر بننسى احنا، تمام. خلينا نخلي البريك من 5 وطالع، تمام. احنا حكينا كل كيس ستيتمنت لازم لها بريك، احنا نسينا نحطها في الاولى وفي الثانيه وفي الثالثه وفي الرابعه، بس بالخامسه وما دون كل شيء تمام، حطينا بريك. شو بصير بهاي الحاله لو حطيت انا الدي 1؟ تمام، المفروض انه يطبع لي صندي، تمام، بس هون ما راح يطبع لك صندي، بس شوفوا طلعوا هايهم، طبع لك صندي ماندي تيوزدي وينزدي ثيرزدي، لانه مجرد ما تحقق الشرط خلص ببطل يفهم السي بلس بلس، بنفذ لك كل الجمل اللي بعد
اللي بالكيسز الثانية سواء تحققت أو ما تحققت، تمام؟ فعشان هيك أنت لازم 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 ترجع تحط البريك ستيتمنت بعد كل كيس ستيتمنت، وهي راح تصير معكم وراح تنسوها وراح يطلع نتيجة البرنامج تبعاتك غلط. فدائما خلص تعود، كيس حط بريك وبعدين اكتب كودك، كيس حط بريك وبعدين اكتب كودك. فحبيت انبهكم على هاي النقطة لانه راح تنسوها وراح يطلع البرنامج تبعك غلط. هلا حاعطيكم مثال ثاني على السويتش كيس عشان ترسخ المعلومة في مخكم. متذكرين هذا المثال اللي احنا اللي عملناه في الاف ستيتمنت اند انمز، اللي هو اذا دخلت واحد بيعطيني ريد او بلو او جرين او يلو حسب الرقم اللي بتدخله هنا، تمام؟ هذا احنا بذكركم بالكود تبعه اللي كتبناه المرة الماضية. شو حكينا؟ حكينا اف الكولر تساوي ريد اعمل لي كذا، else اف كذا اعمل لي كذا، else اف اذا كان الكولر جرين اعمل لي كذا. فحليناه ب else اف ستيتمنت، صح؟ احنا حليناه ب else اف ستيتمنت. زي هيك سؤال يعني مش مفضل انك تحله بالاف else ستيتمنت، تمام؟ لانه المقارنات سهلة، تمام؟ فانت لازم تحله بالسويتش ستيتمنت. خلينا نشوف كيف بدنا نحله بالسويتش ستيتمنت. هاي حله بالسويتش ستيتمنت، تمام؟ السويتش ستيتمنت شو صارت؟ كالتالي، شوفوا ما احلى مور ريدبل الكود لإلك، تمام؟ اللي فوق هذا نفس الكود ما اختلف فيه ولا شيء، بس بدل ما حطينا اف الكلر ايكوالز كذا والس اف احنا حكينا سويتش كلر. هل الكيس تبعتها سويتش كلر كيس اذا كانت ريد اعمل لي كذا وبريك، بعدين كيس اذا كانت بلو اعمل لي كذا وبريك، تمام؟ كيس اذا كانت جرين اعمل لي اياها جرين وبريك، واذا يلو برضو اعمل لي اياها يلو وبريك، والديفولت في حال الفشل اذا دخل رقم غير هيك انا اعتبرناها انها اللون الاحمر. فهاي اتس مور ريدبل لإلك، انت بتقدر تقراها كديفلوبر بشكل افضل، والكود بكون ارتب بيوزنج السويتش كيس ستيتمنت، تمام؟ هلا حناخذ كمان مثال ثاني على اللي اخذناه المره الماضيه بالانمز والاف ستيتمنت ونحله بالسويتش كيس، راح اذكركم فيه. هلا هذا كمان اخذناه بالدروس السابقه اللي هو الكانتريز، متذكرين جوردن وتونس والجيريا وهدول، وحليناه بالاف الس ستيتمنت، تمام؟ هيك كان حله بالاف الس ستيتمنت. شايفين if الكانتري ايكوالز جوردن اطبع لي جوردن، else if else if else if else if. ال else if القراءة تبعتها شوي معقدة، خاصة انه احنا ما عندنا سطر، بالعادة بيكون عندك اكثر من لاين اوف كود هنا، تمام؟ فبتكون البرنامج مش كثير مقروء لإلك. ففي هاي الحالة برضو يفضل يا جماعة انه انت تستخدم السويتش كيس ستيتمنت. خلينا نشوف حله بالسويتش كيس ستيتمنت. هذا حله بالسويتش كيس ستيتمنت، هذا الكود نفس الشيء ما صار ولا شيء فيه، اللهم عند الاف ستيتمنت بدلناها بسويتش ستيتمنت. حكينا سويتش الكانتري كيس جوردن اطبع لي جوردن، كيس تونس اطبع لي تونس، كيس الجيريا اطبع لي الجيريا، تمام؟ احسن من الاف الس اف الس اف statement. وبالديفولت حكينا ما فيش عندك country بهذا الرقم، تمام؟ طيب هلا رح نعطيكم homework خفيف لطيف اللي هو كالتالي. شو الهومورك تبع اليوم بيحكي؟ متذكرين الأسئلة اللي حليناها بالدرس تبع if else if statements؟ بهذاك الدرس عطيتكم هذا الهومورك، انه تحلوا تروحوا على سلسلة الخوارزميات وحل المشاكل، تحلوا المشاكل 33 34 36 و44 و45، تمام؟ هلا بدي تروحوا عليهم كلهم وتستثنوا لي 33 و34، هلا بحكي لكم ليش. بدي تحلوا لي المسألة رقم 36 و44 و45 يوزنج السويتش كيس ستيتمنت. هلا ليش احنا بدنا نستثني المسألة رقم 33 و34؟ لانهم كان فيهم رينجز، اذا متذكرين المثال تبع الجريد اذا كان علامته من كذا لكذا اطبع لي A ومن كذا لكذا اطبع لي B، تمام؟ هذا الحكي ما بتقدر تطبقه بالسويتش كيس ستيتمنت. هلا مش كل الكومبايلرز في السي بلس بلس بتدعم الرينج، تمام؟ في بعض الكومبايلرز السويتش كيس بتعطيك سينتاكس انه يدعم لك الرينج، يقارن لك بين رقم كذا ورقم كذا، وكومبايلرز ما بتدعم، فعشان هيك بدنا نستثنيهم. احنا بس بدنا نحل هدول المسائل 36 و44 و45.
فالمسألة 33 و44 و34 ما راح تقدر تحلها على switch case statement. وهيك بنكون خلصنا، وإن شاء الله نلقاكم في الدرس القادم بإذن الله. شكرا كثير لكم للمتابعة، وإذا استفدتم من هذا المحتوى ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد، ولطفا وليس أمرا ادعمونا بلايك، وحاولوا شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم عشان تعم الفائدة للجميع. وأخيرا وليس آخرا، ما تنسونا من دعواتكم، وادعوا لوالدي بالرحمة. شكرا كثير لكم، ونلقاكم في المرة القادمة.